تتدرب كلاب من نوع هجين أوجده عالم من الحقبة السوفياتية قرب موسكو على رصد الإصابات بكوفيد 19 المستجد في المطارات وسط تسارع وتيرة تفشي الوباء في روسيا. ففي مختبر لتدريب الكلاب في مدينة خيمكي شمال غرب العاصمة على رصد الفيروس بالاستعانة بعينات بول المرضى لأن له رائحة مغايرة، وقد جرى التحقق من ذلك وتأكيده. وقال المدير العام لشركة إيروفلوت فيتالي سافليف أن هذه الكلاب قادرة أيضا على رصد الإصابات بفيروس كورونا من خلال شم كمامات ركاب الطائرة أو عينات من اللعاب.